إلى أول أسئلة هذه الحلقة. هذا سؤال من أحد المستمعين من المملكة الأردنية الهاشمية عمان محافظة العقبة، يقول: ما حكم الدين الإسلامي في من خطب وعقد على المرأة التي يريد؟ هل يجوز له الجلوس معها وحدهما والخروج وحدهما؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنه إذا تم العقد مستوفيا لشروطه وأحكامه بين الزوجين، حل للزوج أن يخلو بالمعقود عليها وأن تسافر بها لأنها زوجته بهذا العقد. أما مجرد الخطبة من غير عقد فإن هذا لا يبيح له الخلو بها ولا النظر إلى ما لا يحل له النظر إليه منها إلا ما يرغبه في نكاحها، فإنه يرخص له لذلك بقدر الحاجة. نعم.